لا يمكن أن ندخل إلى الحمام بالمصحف، بالقرآن، بأوراق العلم، بكتب الحديث مثلا. بسونا مشكوم ده قرآن يا دينم تيوخات خش ستيب حقنهم حديث ستسلت تضع مع صديقك، تضع في أماكن حفظ الأشياء مثلا الحقائب وكذا. يجب بقى بزم دي بغطشين ويشي ونبجغ ولم يبتوي أغن ويش سيب حقنهم. نعم، لأن هذه الأماكن لا يمكن أن يذكر فيها الله سبحانه وتعالى أو ندخل بشيء فيه ذكر الله كالمصحف. ستجب مع جب بغم يدي على حشكم يتصر تشيب حقنهم يا أبغى تقاب زوي على حشكم يتصر زتيت شاب حقنهم.